أضيئت شجرة الميلاد أمام كنيسة المهد في بيت لحم، وأضاءت معها حدقات الآلاف من الحاضرين الذين تعلقت أنظارهم بأضواء شجرة الميلاد، وكأنهم يرجون ذلك الضوء في نهاية نفق مظلم في عام وصف بالأكثر دموية منذ نحو عقدين من الزمن. احتفالنا اليوم في إضاءة الشجرة هو احتفال ديني، وبالتالي يعني احنا بالرغم من كل المعاناة وبالرغم من كل منغصات هذا الاحتلال احنا بنمارس احتفالاتنا الدينية. صغار وكبار، مسيحيين ومسلمين، كلهم حضروا إلى ساحة كنيسة المهد للمشاركة في هذه المناسبة. ومن على هذا المسرح تعالت أصوات التراتيل وأغاني المناسبة في أجواء ضخت حرارة من الأمل والفرح. الظروف صعبة بس لازم الواحد يعني يحس بجو العيد، خاصة الأطفال الصغار. كل عام وانتم بخير، إن شاء الله تكون سنة خير على الجميع، وإن شاء الله يا رب كل سنة تكون هيك ونبعد عن أجواء الفيروسات والأمراض وتكون سنة خير يا رب. كل عام وانتم بخير. It's having a great experience to spend the... كانت تجربة رائعة مشاهدة إضاءة شجرة الميلاد في بيت لحم، لأننا لم نكن هنا من قبل. كانت تجربة رائعة بالنسبة لنا. وتعتبر بيت لحم الرافد السياحي الأهم في فلسطين، فبالرغم من الظروف الأمنية المتصاعدة وظلال وباء كورونا، فإن نسبة الإشغال في فنادق المدينة وصلت إلى أكثر من 80%، فيما وصل عدد السياح والزوار للمدينة هذا العام إلى 600,000 سائح. مجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وفي الناس المسرة، تلك هي رسالة الميلاد من بيت لحم إلى كل العالم في كل عام، ورسالة الحاضرين الطواقين للسلام وقد أثقلتهم سنوات الصراع الطويلة. فراس لطفي، سكاي نيوز عربية، بيت لحم.